أبرز النتائج هي اللي هناك معناها طاقات لباس بها معناها في تونس لتصنيع المكونات هذوما، معناها العديد من المؤسسات عندهم الكفاءة الفنية لتصنيع المكونات هذوما، فما مثلا المحولات، فما الكوابل بالطبع، فما البانو هذوك السولير، معناها العديد من المكونات عندنا في تونس، عديد من المؤسسات اللي هما قادرين باش يصنعوا المكونات هذوما. تبقى الاشكاليات الموجوده هي الكيفيه، كيفاش يدخلوا في السوق هذيا، لان السوق هذيا سوق ماهيش عاديه، معناها ما ينجموش يبيعوا المكونات هذوما في السوق المحليه، يلزم معناها يكون عندهم هدف للتصنيع نتاع المكونات هذوما، وباش يسوقوهم على طريق السوق العالميه، وهذا يدخل في شراكه مع الوزاره المكلفه بالطاقه. العدد نتاع المؤسسات الاشكاليه اللي فما كثير من المؤسسات اللي عندهم الطاقه اللي تمكنهم باش يدخلوا في السوق هذيه، اما السوق هذيه لحد الان سوق ضعيفه. علاش ضعيفه؟ على خاطر ما فماش استراتيجيه باش تمكنهم باش يدخلوا في السوق هذيه، اما هما عندهم الكفاءات، معناها فما العديد من المؤسسات، فما معناها فوق ال 50 مؤسسه اللي عندها الطاقه الفنيه والكفاءات الفنيه باش يدخلوا في السوق هذيا. مربوحنا عملنا دونك في الدراسه هذيا، معناها الدراسه نتاع السوق العالميه والتونسيه، فما تقريب 300 مليون اورو معناها معناها الطاقه نتاع تنجم توصل لها المؤسسات هذيا كطاقه بالاخص للتصدير. 300 معناها مليون اورو، معناها تقول تقريب 1000 مليون دينار. بالنسبه للطاقه فما معناها البلان سولير هذايا اللي هو يخص معناها الهدف اللي في غضون 2030 نوصلوا ان شاء الله ل 30% من الطاقه تكون منتجه على بالطاقه الشمسيه والريحيه ومعناها الطاقات المتجدده بصفه عامه. وفي نطاق ال 30% هذه القسط اللي معناها تنجم تصنع الطاقة الشمسية هو اللي عنده أكثر حاجة، معناها المارشي المهم في الطاقات المتجددة هو الأكثر جاي من الطاقة الشمسية. عندنا الوقت الحاضر بعض المصنعين، عندنا يجي 4 ولا 5 اللي هما يصنعوا في الألواح الشمسية، أما يلزمهم هما بيدهم تشجيع باش ينجموا يقويوا الكفاءات نتاعهم. ناهيك اللي مثلا في كل البلدان هذيا وقت اللي تبدا عندك معناها صناعات ناشئه يقولوا، يلزمك تعطيهم مثلا 4 5 سنين شبه حمايه مثلا بالديوانه، الديوانه باش تحميهم، تعطيهم مهله باش يقويوا الكفاءات نتاعهم. هي مالوريزمون كما نقولوا الديوانه قاعده تنقص فيما يخص اللوحات الشمسيه، اللي هو معناها يجعل الشركات هذوما معناها ما عندهمش برشا تشجيعات باش يقويوا الكفاءات نتاعهم. دونك هذا داخل في الاقتراحات نتاع الدراسه هذه باش معناها يكون فما معناها منظومه كامله لتشجيع المصنوع التونسي.